القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاث يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وقيت درس رقم 408 من دروس التفسير، والدرس الثامن بعد 104 من دروس التفسير، ولا نزال مع سورة الروم. قلاكم سورة الروم وسقد نفسر إن شاء الله سلايا 32 من الآية 32 إلى الآية 40 المذلية 40. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وصلا بما فسر في درسنا السابق، ربنا قال في آخر آية الآية 31 ولا تكونوا من المشركين، لأن التوحيد صمام أمان ونذعا أذرذ من الإيمان زديا يصفان الوقيم قارن ذافرذ سلامة ورثكين داما للدعوة الخير قارن أكن يوي ربي القفرذ سلامة ورثكين داما، ولكن أفرذ الشرك المشركون على خطر عظيم. ربي ذي القرآن الناد بعد آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني إقرار وترسيخ لعقيدة التوحيد، بعدها مباشرة الآية 256 من سورة البقرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت. القرآن لم يقل الطاغية، قال الطاغوت. واللغة العربية تقرر ما يلي: الزيادة في المبنى تؤدي إلى الزيادة في المعنى. الطاغوت كلمة تملأ الفم، طاغوت ماشي طاغية خفيفة أكيد ربي، ولكن باش كان غينبه ده شو السؤال إيمان ربي وحدس. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إلى آخر الآيات. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، الآية اللي شرحناها مؤخرا السابق. من الذين فرقوا لن وقال فرقا دينهم وكانوا شيعا، جميع العقائد بلا استثناء حكمها البطلان لكن ملا. أما ذوي سقارا لا ترينيتي لو بير لو فيس لو سانت اسبري، الأب والابن وروح القدس حليل عليهم ربي يهدي مخلق. أما ذي المجوس، أما ذي البوذيون، الجميع بلا استثناء ربنا عز وجل ناديون يونسمس الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعة كل حزب بما لديهم فرحون، على اعتقاد صحة معتقدهم، يعني أرغرصن تدز فرز إلها
أتغذيون يعبد ثيمس كالمجوس عباد النار بالنسبة لهم نورمال ويعبدون حاجة كبيرة الشمس النار عباد الأوثان عباد الشمس يعني الصابئة من عباد الكواكب والنجوم وعباد الأصنام وعباد النار وعباد البقر وعباد البشر وإلى آخره الجميع كل شيء يفضل سوى يونس رب سبحانه طبعا الرورسي يفرح يزهى يفرح ولكن أصدقر عندما أندى والتنفي عندما ما الذي لا ينفعه التوحيد في الآخرة انتهى تجربة في الحياة والحياة قصيرة ولو طالت بل هي أقصر من أن نقصرها الدنيث والزيلف الشيخ محمد أولي السلمية وكناس ولاش تصبح يثور نسايثة مديث ولاش يظهر نسايثة في جريث وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم مدغلي المحنة قحط ضر أذى إما في الصحة إذ زمر هذهنا نجرب أتطفيو الكورونا أسي روح لا ريسبيراسيون ولاش داين يشتاق هذا أذير النفس ولاش ذينا دعوا الله دعوا ربهم سي نورمال لأن الأذى إما يصيب الصحة تزمرت إما يصيب المال تجارة انفستيسمون وكذا خسارة إما يصيب النفس إما يصيب الوظيفة أنا عميه كديقرادينيا ثلاث شاف السيرفيس تغلظ صبضت ثلاث الوزير كسناكت ثلاث الوالي كسنك ثلاث الديريكتور كسنك وظيفة سلت لك واحد رب الكبدة على الوظيفة رب الكبدة يا رب ثسا ثوار الشطح موري رب نورمال عادي الدنيث كامل إنس اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعل في قلوبنا ما تشمل النار ثوار ثوار ميل الإنسان يمنس القضاء والقدر يتناغم مع القدر ينسجم مع القدر لا يصطدم لا في صحبير ربي يدبر وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه طبعا متضرعين يا ربي ارفعنا الضر ارفعنا القحط انزل المطر الى اخره ثم اذا اذاقهم ذا نعرض اذاقهم ذوقا ذا نعرض ثم اذا اذاقهم منه رحمه ربي فرج يغال تيرسبيري ملي يحترح كورونا يغال لانفستيسمون الاستثمار نجاح قال لك نجحت زوج ملاير ونص اسيدي وكاع كل شيء صفرح بسم الله ما شاء الله ربنا بعدله منه رحمة إذا فريق منهم ما قالش الكل فريق خاطر كاين اللي يتوب عند المصيبة على بالكم مرة واحد دار اكسيدون لقى روحه في الفوسي ما ماتش سجد ثم أول سجدة بلا وضوء ثم قالهم والله ما نزيد من درك نبدأ صلاة الحمد لله الحمد لله كي بدا صلاة في الفوسي يعني سجودة ليسونسيال تاب خاطر ربي سبحانه قال كاين وكاين او زلزلة تعرفوا النهار اللي صار زلزلة زعروا على بالكم زلزلة عندها هيبة وكان اللي خرج هو ماشي مؤمن يقول لا اله الا الله محمد رسول الحمد لله لافيون فوق سورتو لافيون كي تبدا يا بابا يا بابا ذين كان ذينا ممكن في يدو كاس شراب المؤسف الذين يعصيوا ربي في السماء وكان لي يزوخ على بالك يقولك انتم ما تشربوا شراب في الفوسيوات وفي الغابات مالوريزمون كما راه موجود في الجزائر وفي سائر البلدان ماشي غير عندنا هم كبير عيب القراعي في كل مكان عيب حتى من ناحية الانفيرونمون ما نهضروش على الدين ولا الانفيرونمون معنى البيئة ما تحافظش على البيئة الشر متاع البيئة الحشيش والأشجار وكذا تزدي يا سيدي تزدي ونهضر سوين نظم هذا يقولك لا أنا نشرب شراب في السماء في لافيون
أو كي تدير هكذا استغفر الله يا ربي. حكايات صراته حكايات كي يجي هذاك اللي يسيرفي يقول له ديه خطر قريب قريب راح أو كي يروح على بالك كما قال لهم واحد قال له ماشي مال الاكسيدون تاع الطوموبيل على الاقل ممكن نموت مي يلقوني هاو كذا كان في لافيون يلقاو غير الكاغط في لاباف قال شكون اللي ركبوا اليوم باش يديروا نسال الله العفو والعافيه. ذكرت هذا من باب المنهج النبوي ما بال اقوام لعلنا نرتدع ونعود الى طريق الرشد. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون يعني كاين اللي يبقى على الشرك خلاص إذا إكساس ربي لهم مني تروح المصيبة مني تكفز نزلني وكذا هذه كملت قرفري لأنه قال يستوفن الله يبارك ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. تمتعوا المتعة مؤقتة ليست دائمة متعة الحياة مهما كانت فهي زائلة ولا شيء ذوما دائما الله لكن في غوف نادم الدوني ثقي ما إلا غيهن يوك الدوني 60-70 سنة هاني ذايا من بعد أو رب سقر فسوف تعلمون. نسأل الله العفو والعافية ثوارث مديث نسأل الله حسن الخاتمة ثمديث الصفراحا. أما انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون كل واحد يتحمل مسؤوليته ما كاينش يقول لك الخولي دوني في لا 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 ربي في كاد العقل وهديناه النجدين الى العقل الى النقل الوحي. طيب استخدمها الا غير كتوضض قرص قبايلي وينو ذا اليوفا وينو ذا اليوفا وين يبغى نادينا ديال يفتيدت وكا اغص ربي كان خاطر نسال الله العفو والعافيه ممكن يولي تزال لايت صوزون ما شاء الله الدنيا توعر الفتن الدنيا توعرنت يزمر بنادم أدغلون تفلس المصيفة ورعني أخام ذي السولة من بعد لا يثبت لا يصمد ذي نقوار. ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء متداوض ولكن قبل مثلات الاختبارات الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن كل يوم ميلا إذ ذابر إذن الشرك ذي الفغيس يطبق ذي الفغيس يخدم. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها ربي سبحانه وتعالى ينزل رحمة يفرجد يفرجد فرحوا بها طبعا تفرح ميلا السال للريديسكال يحبس وعروري في الحضارة أسخم ذاك أذكر أوه رحمة ربي يظهرنا اللحون يزري سوالي رحمة فرحوا بها طبعا ولكن فرحاني أحيانا لا تدوم فتصبح نعمة مألوفة وكثير من الناس لا يشكرون الله على النعم المألوفة خطر ذي الوقت مكان يحلفا في الهاي فرح ولكن بعد ذي تسوء ثفثني قوارا هذا فرحوا بها. وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ما إلا تغليد سيئة ضر أذى مصيبة مرض أي شيء خسارة ربي بما قدمت أيديهم يعني أين الزرع الغلث حنا نحصدوا الشيء اللي زرعناه بما كسبت أيدي الناس في آية أخرى في آيات كثيرة وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ربي سبحانه بما قدمت أيديهم ذين خدما صفة الإنسان إذا هم يقنطون أن بعد لا يسد يزدغوا لون ولا يسمى يزدغوا لون يوار لأن اليأس يقتل الفضائل في النفوس لا يسد ريث الشاعر ند أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ذلك بالقرآن في سورة يوسف سيدنا يعقوب يجمع الرويس الرويس ذاين يوسف يموت يوسف كله ذيب خلاص نورمال مو ذاين قرر يستقبل ديال طفلات يول ويسال سيدنا يعقوب يجمع الرويس إناس يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله للقوم الكافرون
لا تيأسوا، لا يأس ذي. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لا بذي تحبير ربي يدبر، ممكن ربي يوسع رزق على إنسان اختبارا له، ممكن يضيق عليه اختبارا له، يقدر يعني يضيق. إذن جرب هذه خمس شغلات والسلام. هذا مكان خطر ماشي ثقي آية من آيات الله. لو كان نفهم ثم ستقغي في العقل، ممكن نشوف واحد عاصي 100% ولكن ربي يزيد له، وانت طائع 100% ولو ولو ميزيرياك حلا. لا تيأس، خلي ربي يدير شغله. ما تقولش صافي انا اللي نصلي ما عطيه ما عطى لي والو وهو والو عطى له كل شيء. لا لا، ماشي شغلك، ماشي شغلي، خلي ربي يدبر. ربي هو اللي يرزق كما يشاء. ها ثقي آية من آية لقوم يؤمنون، ثقي ذقي، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. المؤمن يستقبل هذه الأمور كلها بهذا الإيمان، استقبال حسنا. يوم نصر ربي مرحبا استكشى ربي والسلام تخرب هذه خمس شغلات. قد يستدرج، قد ربي عنده حكمة، دعوه يعمل كل هذه خمس شغلات والسلام. ربي تدبره، فآت ذا القربى حقه. سبحان الله، بعد ذلك الرزق كذا إلى آخر. ربي ناسي النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله لأمته ولجميع المؤمنين، فآت ذا القربى حقه، بمعنى العطاء لا ينقص من الرزق والبخل ما يزيدش فيه. واحد اللي عنده كالكولاتريس في هنا، كالكولاتريس تحسب، قول كيفاش صافي نعطي ننفق على اليوم الجمعة، نروح نقضي للدار، نقضي لبابا ويما، ونقضي لعمي هذاك اللي ما عندوش، وزيد عندنا واحد فقير جار. الله بزاف، بكل صراحة بزاف يعني. لي دير ما يديرش حساب، سرح ربي دي سرح ربي سبحانه ذاكي ذا شوف كاش يوم الزمرض. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دير في بالك، نديروا في بالنا باللي الرزق في يد الله، هو الرزاق. الدليل في سورة الحديد الآية السابعة، ربي قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ذا ربي كن ديف كان فرفكث سرح ربي دي سرح، وقال ربي فكا غيما السن فالبيضة غيفا السن. استقبالي الدعاء لطيف باللغة القبائلية، ربي فكا غيما السن فالبيضة غيفا السن. لذلك ما تغفلش، العطاء لا ينقص والبخل والشح أيضا لا يزيد. ربي فآت ذي القربى، أقارب محتاجين، والمسكين اللي محتاج. المسكين ممكن واحد خدام وعنده لابي ومسكين، تلقى واحد يأخذ 18,000 دينار، أخي طروى 30,000 دينار، 3 ملايين وميزيرية كلاته، عنده المرضى عنده كذا، عادي يبقى مسكين ولا لا. لمساكين يعملون في البحر، تفكروا صورة الكهف، لمساكين يعملون في البحر، يعملون ماشي دي شونور، يعملون خدمين، لكن أقضي على نار ولحق نار. المسكين زيد، وابن السبيل لمس فريد، قد يكون في وطنه غنيا ولكن لا يهان في أوطان الناس حيث الإسلام قائم. مي عدد يونس فريد ولا ما ضمر كان تيث مورثيس، يا عدد ذاك يطفيث الحال نغ يستحق هذا سنك الصدقة، ذاك المقصود بالصدقة، ويستحق الزكاة في صورة التوبة الآية 60. نعم، إنما الصدقات أي الزكوات الفقراء والمساكين والعاملين عليها حتى يوصل. وقي ابن السبيل يتسلس، عنده حق شرعي. سورة التوبة الآية رقم 60، وتذاقي ربي فريثيد كمل. وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله. أما السال وقاذي فغان ربي وقاذي خدمني وذمر ربي. آخر آيات قرأوها ونقرأوها في سورة الكهف الآية 110 من سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه، لقاء ربه ولس رجل مقابل ربي، وين يخدم لقي وجه الله. احنا نقول بالدرجة الوجه ربي، هكذا نقوله يا اخي، هو ربي قالها. ذلك خير
يعني حسن مليح يلها يسن للذين يريدون وجه الله وقاذي فغاني وذمر ربي لله وأولئك هم المفلحون وقاذا قيقر فحنك فازنك نشحن إلى آخر الفلاح الدائم وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله ممكن واحد يعطي عطية وهذا معنى فيه معنى آخر مخفض به الربا يزمر واحد تلقاه حاصل تسلف له 50 مليون تقول له ترجع لي لو طو دانتيري 5% 10% حرام المال ما يولد المال ولكن المال زايد العمل تلاقوا هكذاك ما الصدقة ممكن واحد يتصدق لواحد آخر يستنى باش يعطي له أكثر ولا يدير له مزية ولا يدبر له خدمة ولا لا ما ينفعش هذا يعتبر من الربا نوع من أنواع الربا وما أوتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وسيدي ربي ولسي حتى دازل ولسي حتى القيمة وما آتيتم من زكاة صدقة تريدون وجه الله تتصدق الوجه ربي إوزميس فقط فأولئك هم المضعفون معنى هؤلاء أجرهم مضاعف يعطى لهم الأجر أضعاف مضاعفة أذوي الله جر ثواب ذم قرن خطر خدمتي وزم ربي الله الذي خلقكم ربي سبحانه الله الذي خلقكم نسيغ دي خلق ثم رزقكم يا أخي رزق صغورس يا أخي نيون دولة ثوط طوف النملة رهيف كاش صخرة كاش غابة كاش ربي يشوفها ويعطي لها الرزق ربي في كرزق ينادي القرآن وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم ربي سبحانه اكثر رزقا إِنَّ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها والآية كثيرة إذن ربي ند ثم رزقكم ثم يميتكم علاش يسموه الموت حق على بالكم عليه بيني وبينكم على بالكم عليه الموت حق على حق خطر كل حاجة يقبل قد وقد ما عدا الموت قد وقد شو معنى إيش قد تنجح قد تخسر قد تمرض قد لا تمرض قد تتزوج قد لا تتزوج قد تسافر قد لا تسافر قد وقد نجيب لك آلاف الاحتمالات لي بروبابيليتي إزمرات جوجة إزمرالا إزمرات تربح إزمرالا إزمرات تسافر إزمرالا إزمرات تفنوض إزمرات تفنوض إزمر 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 الموت ممكن نقولوا قد تموت وقد لا تموت ما كاش نموت ولا شك قد نياكم لذلك يقول لك الموت حق الموت حق لا ينكره باطل ربي قال ثم يميتكم كل من عليها فان ثم يحييكم الحكاية لا تنتهي هنا لو كنت تنتهي هنا نورمال دير الريبة ولعب لعبك ولعب شطرتك الرشوة نورمال اش فيها الرشوة الرشوة ديجا من الحفوس ديجا اسمها من الحفوس اسمس القهوة اسمس وحتى رشاوي نتاع درك ماشي نتاع بكري بكري مدو 100 دينار 100,000 2000 دينار رشوة ثورة لا يقول لك عطينا غير 4 ملاير برك تقول له علاش؟ مانيش وحدي أنا ريزو أنا يا ربي صح لي كاش 200 مليون يعني مسكين محقور الباقي كاع شبكة الحمد لله كي كاين ربي الحمد لله كي كاين الآخرة دور مثل القرآن في الشريعة الرشوة جريمة تعزيرية ما عندهاش حد كاين حدود نظام العقابي الشرعي هناك الحدود هناك القصص هناك التعزيرات أو التعزير وهذه فيها حكمة كبيرة التعزير هذه معناها الرشوة تختلف أوكي صافي الحمد لله كاين الآخرة يا الله لذلك رب سبحانه قال ثم يحييكم أدلغا من جديد ونقف أمام الله هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ ربي يطرح هذا السؤال يعني الاستنكار لا ينتظر جوابا معنى وقال يخدمنا شريك يا ربي هل ترى الزمان خدمنا شو يخدم ربي؟ طبعا لا يقدر ما يقدروش يديروا هذا الشيء على وجه الإطلاق أم بعد ربي سبحانه شو ديننا
سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. تسبيح تعظيم الله عز وجل لأنه إن الشرك لظلم عظيم وثقي من أكبر الكبائر. خطر ما يليون ويشرك راس ربي يقيم ذي المعاصي صفا سمارش تمشي معصية فرط شوية في الصلاة شوية في الزكاة شوية في الصيام شوية هذه هي الحياة. ويجتهد يتوب ويغلط يتوب ويغلط مسمي مسألة ربي سبحانه هذه حذاري مسألة مهمة. ربي قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الشرك ذريث يوعر مليح ربي إن الشرك لظلم عظيم. هذه الآية 40 من سورة الروم. ذاكين كيف الدرس بداية الدرس القادم ظهر الفساد لا حول قوة بالله. سنفسر تلك الآيات إن شاء الله وقدر في الدرس القادم.